صباح الخير عليكم البنات، كي صباحتوا؟ لاباس عليكم؟ كنتمنى ان شاء الله تكونوا على خير وبخير. متوحشتكم بزاف، كي دايرين؟ كيف كتعافدوا؟ المهم البنات كيف ما كتشوفوا معايا، يلاه بدلت النوح دابا لي كوش ديالو حويجاتو. المهم هنا يلاه فقنا، كيف ما شفتوا معايا الصاله بعدا كوم مع مجموعه واحد شويه، ولكن ضروري غادي ندور بالدار هي الاولى واحد شويه. كما كتشوفونو حنا راكاس كيتفرج بالرسوم متحركه، ولكن مرون الدنيا كيف ما شفتو معايا، والمخاد بجيه. المهم راكم عارفين الوليدات الصغار ضروري من الروينه، واخا انني باللي راه كنخليه هنا مجموع، يعني كنخليه نقي، كيبقاو لي كتبقى لي غير الكوزينه هي اللي وبيت الناس، يعني اللي غادي نجمعهم نقادهم هما اللي كيكونوا مروني. المهم كلشي كيكون نقي الحمد لله. المهم هنايا البنات غادي ندوز معكم ان شاء الله، غادي نشارك معكم واحد الماسك خطير البنات، غزال عجبني، قلت غادي نشاركو معكم. غنشارك معكم واحد الطواجين اللي غنديروا للغدا ديالي، طاجين زايز اللي كيجي رائع. كنتمنى ان شاء الله يعجبكم هذا الفيديو ديال هذا النهار هذا. المهم البنات دابا غادي ندوزو ان شاء الله، غادي نصوبو واحد الطاجين ديال زايز كيجي غزال، بغيت نشاركو معكم. ومن بعد غادي ندير معكم واحد الوصفه خطيره البنات، كنتمنى ان شاء الله تجربوها، والله غتجربوها وغتشكروني عليها، غزاله 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 بزاف. بالنسبه للناس اللي وجههم شاده فيه الشمس مزيان، يعني محروق بالشمس، هاد الوصفه هذه الا داروها راه غتعجبهم بزاف، غتنقي لك البشره، ديري في يديك، ديري في وجهك، ديري حتى في رجليك، وصفه رائعه وزوينه. المهم غير ما لقيتش البيض كنت ناويه نديرها هي الاولى زعما على البشره ديالي، ونكمل ان شاء الله الغديوه ديالي، ولكن البنات ما لقيتش البيض، حتى يجي حمزه يمشي يجيب لي البيض ان شاء الله. المهم ها انتوا معايا غندير الزايز، انا غادي نوريكم بعدا الزايز البنات باش تشوفوا. المهم حبيباتي غادي نوريكم زايز راه مازال في الماء كنغسل فيه، ها انتوما هذا هو زايد الاخطبوط، شوف وهذا راه معروف بزاف، ضروري البنات تنقيوه، يعني تحيدوا هذه الكحوليه اللي كتكون هنايا، الكحوليه اللي كتكون لداخل، وتحيدوا له داك العوينات وداك الشيء كلشي تحيدوا، يعني تغسلوه مزيان مزيان. دابا غنزيد نشلل له التشغيله الثالثه، ما قبل وانا كنغسل فيه ما عرفت شحال، ها انتوما دابا عندي هذه وعندي وحده صغيوره، ها انتوما وحده صغيوره وقيله واحد اخر على ثاني، هذا غنديروا البنات غير بلاصوص، كيجي رائع كيجي زوين بزاف. المهم انا غادي نغسلو ونرجع معكم نوريكم الطريقه ديال السليق. المهم بعد ما غسلتو سقطرتو واحد شويه قبل البنات من اي حاجه، قبل ما تسلقوا غتعطوه واحد الصرخه ديال العصا غادي تعطوه العصا، انا نوريكم ها انتما بحال دابا هذا، انا راه كان عندي ديجا الكونجيلاتور، يعني الا كان فريكو البنات راه كي دغيا كيطيب، وغتحاولوا تضربوه بحال هكا غير بحال هكا، انا سمعت الصلخه ديال العصا كنضحك معاكم، ها نتوما بحال هكا انت كضربي وكتملات هاد البلاصه بحال هكا، كضربي شويه، علاش هادشي البنات؟ باش كيجي فتي كيجي فتي غير بحال هكا بشويه، سبحان الله انا ما كنتش كنعرف هاد الطريقه هادي، ولكن هكا البحار هما اللي كيديروا هاد الطريقه هادي، هادشي باش عرفنا حنايا وباش ورونا والدينا. صافي بحال هكا الشوك كتولي ملسه هكا، يعني ما كتبقاش معقده، ندير حتى الثانيه هاد الصغيوره راه دغيا كيطيبو، حتى مقلي البنات مقلي كيجي غزال كيجي رائع. شي نهار غنشاركو معاكم، راه مازال عندي مازال عندي زايز، صافي المهم البنات بعد ما ضربناه واحد الشويه غادي نديروه هنايا. هنا راني على بالي راني كنصور، درت شويه ديال الزيت الروميه ومليحه، وغادي ندير ورقه سيدنا موسى، ها انتوما
غنديروا بداك العويدات اللي فيه قلنا مليحه وزويته وشويكي ديال الملح والماء. ها انتم صافي دابا غنسد على الكوكوط. يعني المهم كيف ما قلت لكم الكوكوط ديالنا صافي ردو يتسلق ونوجدوا لاصوص ساهل ماهل. انا غنوريكم حتى الطريقه ديالو اللي كندير له في الطنقيه. المهم انا غنردو دابا يتسلق. المهم انا غنرجع معكم ان شاء الله. المهم حبيباتي هنا غادي نوريكم اش درت في الطاجين قبل، يعني على بال ما طاب ليا زيت باش يطيب غير بالمهم شويه عليه. هنا البنات درت شويه ديال القزبر والمعدنوس، حكيت خلاص مطيشه العاديه حكيتها، درت معلقه كبيره ديال حك مطيشه ودرت التوابل كلها والثومه، وغادي ندير واحد الوريقه سيدنا موسى، ودرت فلفله هكا طويله بحال هكا قطعتها طويله هكا رقيقه شويه، ودرت قلت لكم مطيشه الحك معلقه كبيره صافي. وكيف ما قلت لكم التوابل يعني الفلفله الحمراء وشويه ديال السودانيه وشويه ديال الكامون شويه ديال سكنجبير شويه ديال الخرقوم عود وليبزا صافي. هادشي اللي درت من كل ما نسيت حتى شي حاجه مثلا القزبر ومعدنوس صافي. هادو والكراطيس البنات هادشي كله درت، وغادي نردو على عاديه مهيله على بال ما طاب ليا زايد. غادي نوريكم الطريقه ديالو بقى الزيت راه اصلا غيطيب غديري غير من الفوق، ومن بعد من يطيب غادي نخويو عليه شويه ديال الزيت الوليديه. المهم البنات هنا كتشوفوا الطاجين، عندي واحد الطاجين خديته مازال جديد، وكل مره البنات كما كتشات ليا شي حاجه كنردو يطيب. يعني هنا شات ليا مطيشه ديتها كطيب شويه باش ما تبقاش فيه واحد المذاق من الكلوله، كيكون الطاجين فيه واحد المذاق ما كتقدوش، يعني ما كيجي مجهد المذاق ديال الطاجين. اللهم اي خضره كتشات لكم ديروها في الطاجين وردوها طيب شويه، هادشي اللي وليت كندير على بال مزيان. المهم هذا الطاجين عندي راه غير صغير ولا رديته دابا. المهم ها انتم معايا البنات، ها انتم البنات شوفوا معايا، ها هو طاب الزيت ديالنا شوفوا كيكون بحال هكا. غتبقاو تقشروا له هادو سخون، غتقشروا له هادو بحال هكا شتي بحال هكا صافي. تقشر بشويه بشويه باقي سخون بزاف ماقدرتش هانتوما كتخليه بحال هكا هانتوما. ماما انا كنحيد له هادشي ما كنخليهش صافي. وتقطعوه ديروه في الطاجين ديالكم اللي فيه العطريه بطبيعه الحال وفيه خلاص. غادي نزيدو الزيتون والحامض مصير هانتوما البنات هانتوما. غادي نقطعو نقطيعات صغيورين مغاديش نخليه بحال هكا، نقطعو قطيعات صغيورين صافي. انا غادي نقطعو ان شاء الله ونرجع معكم نوريكم الشكل النهائي. حتى هادو حتى هادو لي حتى مخويين ومغسولين وكلشي، ضروري قبل تغسلوه وتنظفوه مزيان عاد تردوه يتسلق. المهم حبيباتي كيف ما شفتوا معايا ها انتم زيت كي شديتو قطعتو راه طايب، وهنا لاصوص راه حتى هي راه تقريبا طابت، يعني غيطيب لنا غير الزيتون ونديرو باش يدخل داك العطريه في الزيت. ها انتم كيفتيها شوف شتو. دابا غادي نغطو الزيت ديالنا، غادي نديرو واحد الفليفله حاره ونصير الطاجين راه صغيور والزيتون. ما نقول لكمش البنات كي كيجي هاد الطاجين كيجي رائع رائع بزاف صافي. دابا غادي نخليوه يطيب، من غادي يطيب ان شاء الله كتخوي عليه واحد شويه ديال الزيت البلديه باش طيبته غير بزويته روميه صافي. خو لاصوص من الفوق باش تشرب هذيك، يعني زيت يشرب هذيك العطريه ويشرب هذاك المذاق ديال لاصوص صافي. غادي نخليه يطيب غير شي شويه ونوريكم الشكل النهائي ديالو. دابا غندوز معكم الماسك اللي قلت لكم زوين بزاف. المهم حبيباتي غادي ندوز معكم الماسك اللي قلت لكم عليه زوين بزاف قبل ما نديرو، بالضروري غادي نشاركو معكم لحقاش يستحق انكم تجربوه. ماسك خطير البنات خطير خطير راه عرفتي، غتجربوه وغتشوفوا الوجه ديالكم كي غيولي. بالنسبه للناس اللي عندهم تصبغات في الوجه يعني وجههم محروق بالشمس وما موحدش ليهم داك اللون، هذا راه غادي يعجبكم وغتشكروني عليه، وانا متيقنه 100% غادي يعجبكم. قبل ما نبدا معكم حقاش باقي ديال المعجنات غادي نغسلهم قبل ما نبدا معكم، قبل ما نبدا معكم غادي
غادي نقول لكم مكونات عاد نخلطوا الخليط ديالنا. المهم هنا البنات عندنا 4 معالق ديال الكركم، يعني الخرقوم عود يكون طحنينو على اليد ديالكم. هنا 4 معالق صغيره البنات غادي نديروه. هنا عندنا صفر بيضه، بيضه كما بتكون بلديه، انا درت غير روميه. ها هي البنات صفر بيضه. غادي نحتاجو الرز مطحون، الرز البنات مطحون غادي نديرو معلقه صغيره، ها هي معلقه صغيره ديال الرز مطحون. غادي نديرو معلقه صغيره ديال القهوه سريعه الذوبان، ماشي القهوه العاديه، قهوه سريعه الذوبان. غادي نحتاجو معلقه صغيره ديال مايزينا او النشا البنات. غادي نحتاجو واحد المكون حتى هو الا كان عندكم ديروه، انا ما لقيتوش هذا بالي راه كاين. هو قلت لك الشطراجين كيف ما قلت لكم، غادي نحتاجو معلقه صغيره ديال الشوفان حتى هو يكون مطحون. المهم انا ما متواجدش عندي، ما يمكنليش، ما غاديش ندير هذا الماسك حيت ما كاينش، ولكن ضروري خصني نقول لكم لحقاش هو ضروري في هذه الوصفه هذه. المهم غادي نخلط الخليط ديالي، غادي نخلطوا الخليط ديالنا وغنزيدوا شويه الحليب باش يجي من الخليط هو هذاك. بالنسبه اللي ما بغاتش دير الحليب على حسب البشره ديالك، تقدري تزيدي عوض الحليب ديري تخوني الارض، عوض الحليب تقدري ديري هذا، ديري الماء ورد او ديري شويه ديال الحامض تجمعي به هذا الخليط هذا. المهم الخليط ديالنا خصو يكون بحال هكا، خلطو مزيان باش تذوب هذيك القهوه. غادي يعجبكم البنات هذا الماسك، راه واعر واعر بزاف. كيف ما قلت لكم ضروري يكون عندكم النشا مطحون بحال هكا، وديرهم في قريعات كي كندير انا، دايره النشا، دايره الحمص، عندي الفول، عندي كلشي مطحون حاطه في الدار، لا بغيتو كنلقاه. صافي البنات هذا هو الخليط ديالي خصو يكون بحال هكا باش يلصق لنا على البشره ديالنا. الوجه البنات يكون عادي يعني ما مغسول ما حتى شي حاجه، باش غادي نديرو له واحد الكوماج. المهم دابا انا غادي نطبق هذا الخليط على الوجه ديالي، وغادي نديرو ليديا بغيتو ديرو ليديكم رجليكم. المهم انا غنطبقو على الوجه ديالي وغادي نجلس واحد 6 دقائق بما يعني بما شرب هذاك الخليط الوجه ديالنا، يعني يبس لنا على الوجه، وغادي نرجع لنا معكم باش غنوريكم شنو غادي دير. المهم البنات مقدرش نهضر، يبس ليا وجهي ويدي، ها نتوما كتشوفوا هنا غيكون عندنا واحد النشا غادي نديروه هكا بهذه الطريقه ونحكو ها. حكو مزيان وغادي تشوفوا الفرق البنات، غادي تشوفوا واحد الفرق عجيب. المهم انا غادي نكمل بنفس الطريقه كيف ما قلت لكم النشا وتحكو، غنكمل الوجه ديالي لحقاش مقداش نهضر وغادي نرجع معاكم البنات. النتيجه رائعه، غسلت وجهي بالماء بارد عادي، بغيتو تدهنوه بشي حاجه دهنوه، ضروري تقدو تدهنوه باي حاجه عندكم او ديروا الماء ورد. النتيجه مبهره، واليدين كيوليو رطبين رطبين بزاف، واخا ما تيبانش في اليدين مزيان البنات ها نتوما، ولكن النتيجه في الوجه رائعه رائعه. يدي ما بانوش مع الكاميرا ولكن ما نقول لكمش والله غزال غزال غزال، عرفتي حكيت وجهي مزيان بالنشا. والبنات ما حاولوا ما تخلوش يبس لكم مزيان حيت غادي يلصق بزاف، ولا الا مشى حتى لصق لكم حاولوا ديروا شويه شويه كيكه ديال الحليب تساعدكم باش تقوميو هذاك الوجه. نتيجه رائعه، ودابا غادي نوريكم الشكل النهائي ديال الطاجين ديالي اللي جا. ها انتم الغزالات ديالي، الطاجين ديالنا رائع رائع رائع. هنا البنات غنخوي عليه واحد شويه ديال الزيت البلديه من الفوق، صافي راه طفيت عليه، عاد خويو هاد الزويته بلديه هكا من الفوق، كيجي لذيذ 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 بزاف بزاف. شوف هاد الوقيته ديال البرد. المهم كنتمنى ان شاء الله يعجبكم الطاجين ديالي حتى هو، وكنتمنى ان شاء الله يعجبكم حتى الماسك، راه زوين ولكن ضروري تجربوه، راه ضروري تجربوه، راه ما نقول لكمش كي داير. المهم كنتمنى ان شاء الله يعجبكم هاد لا فيديو ديال هاد النهار، غادي نقول لكم تهلاو ليا فراسكم حتى تلاقاو فيديو ماجي بحول الله.